سميتي عبد الرحمن ناجي، ساكن في جنان القادري خارج باب الخوخه. شنو المشكل اللي عندك؟ المشكل اللي عندي يا سيدي هو ان كنت ناس السبيطار الظهر الناس بنو بيطار الظهر المهراز بفاس، وجاء امير المؤمنين يشوف احوال المرضى منهم انا. دخل من الكاميرا وبان سيدنا من وراء، عرفتو هزي سيدي، بقيت كنقول تعيش الحبيبه من الله بك، انا كحطينا الاوراق نشير الدواء. وقتاش هادشي؟ وقت سيدي نهار 4 في شهر 10 2007، كان رمضان 21 رمضان، وشكيت وجد عندي انا الاول تما حدا من الكاميرا شاده فينا، وشكيت عليه بالحالات ديالي. قلت له امير المؤمنين انا عندي امراض مزمنيه وعندي عده امراض، ما بقاش قاد على الخدمه، وشاف من الحالات ديالي وعيط واحد من الرجالات اللي معاه ودار معايا تقرير على اساس عطاني، قال لي ما نمشي من عندك حتى تقول لي شنو بغيتي. قلت له نعم اسيدي، ما نشرتش عليك امير المؤمنين. عطاني قري امر ديالو الموطع، قال لي جبد لاكارت. قلت له سيدي مني قدام لا دخل بقشونه، حيدوا لي الشكايه اللي عندي وحيدوا لي حوايجي والبطاقه الوطنيه وما خلوها ليش. قال لي واش عارف النمرات ديالك؟ قلت له يا سيدي عطيتهم له رقم البطاقه الوطنيه، وعيط واحد من رجالات معاه وقعد معايا تقرير العنوان ديالي وفي السكن. ولا سيدنا تواضع معايا قال لي انا ما غنخليكش بلاش، انا درت معاك تقرير يدي. ومشى امير المؤمنين وبعد 10 دقائق جاوني لجنة كتكون بجوج الاشخاص وقال لي سيدنا صيفطنا عندك واش ردوا لك حوايجك؟ كانوا ديك الساعه مازال ما جابوهم لي، مازال ما ردوهم لي. قلت لهم لا، داروا معايا تقرير ومشى. عطاونا 3 ايام نخرجوا في العيد الفطر، نخرج من السبيطار حتى نرجعوا. مني خرج جاو لي البوليس الولايه قال لي سيدنا تقري ما عمرنا هاد الورقه ديال التصريح بالشرف، عمرتها في الدائره تاع النقبي ديالنا وديتها لهم وقلبوا معايا. قالوا لي سيدنا عطا كريمه، وداروا التقرير معايا وعطوني ارساليه فين مشى داك التقرير. والقائد الدائره الناس نعسى، هو ولد عندي هو مقدم الحي، وطلعني بالتنوبه القائد الدائره وداروا معايا تقرير وقال لي وجد هاد الوثائق، تصاور والعقود الاصليين وعقود ديالك ود المراه وفوتوكوبي الزوجيه وفوتوكوبي لاكارت لاسونال، وجيت هذاك الملف اللي طلبوا مني كونته وعطيته لهم وردوني للدار ديالي. قالوا لي ما تمشي حتى الموضع، حنا قبلنا منك تقرير. وقلت تاكسي قريبه انا هي اللي بغيت. قلت لي عطاني امير المؤمنين راني قابل بها. قالوا لي لا، قول حنا درنا لك التاكسي الحمراء في التقرير، ومن بعد حنا غنردوك لدارك مني غتجينا من الرباط غنهودو موراك. هو اردني بالطنوبيض القايد حتى الباب وزلوني، وبقيت كنتظر وقت طويل. مي تعطلوا عليا مشيت عند القايد قلت له سيدي داك التقرير اللي درت لي كريمه اللي عطاني سيدنا، قال لي ها الارساليه ورقه مطبوعه سير الولايه. طلعت عند الباشا قال لي ها التقرير سيدي اللي درت لي، قال لي ها ورقه مطبوعه كاشيه سير الولايه. البوليس الولايه عطاوني عاود ارساليه، كنمشي للولايه كندير الشكايه الولي وطلب المعيد ما كيخلونيش نشوفو. ودابا انا هذا نداء باش نمشي كنهود موضع. اخر طلب اللي درتي للولايه باش تشوفها؟ عطيت كندير النسخ من ذاك التقرير اللي داروا لي ومن الارساليات في الشكايه السيد. وقتاش اخر طلب اللي درتي باش تشوف الناس المسؤولين في الولايه؟ ما عندي في الورق. ما عقلتش انت ونهار اش وقتاش غيش منها؟ لا ما بقيتش عقل اسيدي، هما عندي ومن بعد اسيدي كيصيفطوا من الولايه غير ذاك اللي ماشي الوالي، كيقول لي هود عند البطحه، كنهود عند البطحه، كيقول لي ارسلت الى ملحقات وزاره الداخليه حي الرياض مديريه التنسيق والشقق الاقتصاديه، كيركبوني المحسنين كيشجعوا الدار البيضاء كنديروا لي الشكايات، خلصوا عليا كنفرق الشكايات ديالي في المؤسسه، شكي سائر المؤسسات في ديوان المظالم، حقوق الانسان، في الديوان الملكي، الوسيط، وزارة الداخلية، هاد المديريات اللي كنصيفط مديرية الشؤون الاقتصادية في الرباط، عييت ما نمشي، كيقول لي تنصيفطوا لك، وأنا مازال ما صيفطوا لي، وأنا عندي أمراض مزمنة وهاني ضايع، ودابا هذا نداء للمسؤولين، ولا سيدنا لكن كيسمع فيا، يحنوا لي ويعطوني داكشي اللي عطاني سيدنا، وشكرا للقلوب الحية، وشكرا للمحسنين، إلا ما كانش كيسمعوني، المحسنين اللي كيسمعوني بلغوا هادشي. هذا نداء لسيدنا والحكومة سيدنا نصرهم الله باش يعطيوني داكشي اللي خولي سيدنا باش نشري الدواء ديالي ونكون نتعاون بها على قوتي، وشكرا لكم والله يرحم الوالدين.